مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج شتحب. ضيفنا اليوم يلقب بألفيش العراق، نجم رياضي مهم إلى صولات وجولات في الملاعب العراقية والعربية وحتى العالمية، نجم شاب وطموح. نرحب بأجمل ترحيب راح تتعرفون عليه بعد ما يملي الاستمارة. تفضل كابتن. طبعا خلونا نرحب اجمل ترحيب بنجمنا الكابتن علاء مهاوي، علاء علي مهاوي العلياوي. والنعم منك اخو باشا بعد حبيب، الله يسلمك. انتم فراضه واخوه باشا والنعم منك. الله يسلمك. تحيي كل عشائرنا الطيبه. تولد يوم شهر سنه 3/6/1996. انت شهر السادس؟ السادس جوزاء يعني؟ ايه؟ انا 10/6. الله، نفس الشيء اللحيه نفس الشيء. لا دائما يدخلوني يقولوا لي طقيت واحده على علام هاوي بالبرنامج ما طلب، بس قلت لك هاي لحيتك تتغطى بيها بطانيه مدوره. ايه كلها دخلت لي. ايه انا مثل الوطن، قلت لك اليوم مثل بجثتك. صار بك احكي لي ابطالنا برستان يخابروك يخابروني، عالم ضايج عليه، عالم تضحك، عالم ها تدري هواي اللاعبين خاصه بشار هذول. ايه تحيه لبشار. تحياتنا. شو يقولوا لكم؟ يقول لك تدري؟ قلت لهم ادري انا هيك هيك. والله يقولوا لي تدري؟ قلت لهم عمو والله ما انا لو ادري. قلت لهم انا انسحب ما اصلا. اي صدق والله صح. انت شرفتنا كابتن حبيبي. من اين وتى بديت؟ عام 2012. وين بديت 2012؟ بديت بالاكاديميه وبعدها رحت النادي الكهرباء. الكهرباء الكهرباء وراها رحت للزوره. للزوره او رحت للشرق؟ لا رحت للسعوديه. للسعوديه احترفت بيها نادي السعوديه. نادي الباطن. الباطن. نو بعدها رجعت للشرطه. اكثر نادي تحبون بين هالانديه؟ تحبين بالزوره؟ بالزوره. وكان لك انه سجل التاريخ انه خد الدوري، مو بس الدوري، افتتاح ملعب الزوره اللي هو يسمى ملعب الساحر احمد راضي الفخ على روحه. كنت انت صاحب اول هدف في هذا الملعب، فهذا راح يسجل بالتاريخ انه علام هون. واول اول هدف انا اسجله في هذا الملعب. ايه بهذا الملعب هو التاريخ يسجل اول هدف. اكيد الحمد لله كله. كنت متوقعها جول حتى مو قويه شتتها؟ لا ما متوقعت. ما متوقعها والله. البخت بس الحمد لله. اي صدق البخت. او علي البخت لك. علي الفيش ليش تحب الفيش؟ الفيش عنده شوت وسنتر شوت ومهاري. حتى هو اصلا رجع الدوري البرازيلي يلعب مهاجم، يلعب بالنص. ورجع لبرشلونه بعد. رجع لبرشلونه صار احسن. صح. يعني انا احب لعبه، دائما اتابع حركته وين يتحرك. زين هم مثلا شلون يتمرن شلون هاي؟ اكيد انا اصلا عندي بالانستغرام متابعه. متابعه؟ اي حالات شو يسوي اليوميه وايش. على اليوتيوب هم تقدر تكتب حياتك. ايه هو بس ايه لا. ما قلت لي يا نادي تحب اكثر من هالنوادي؟ انا اكيد هو هي ما يعني كل واحد وبداخله انه يحب نادي صحيح. ايه صح. بس اكيد مثل انا هسه مو لعبت للزوره اعطي كل ما عندي لهذا الشيء. ما علينا بالهاي، انت شو تشجع وانت صغير؟ ما اتوقع يعني بذاك الوقت. انت كنت لاعب طائره بصغرك؟ لا بس يعني اتابع بس ما اشجع مثلا اقول يخاف من الجمهور. لا 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 مو خوف والله، بس انا احب يعني لا هو حب للجماهير يعني ما تريد تلعب منتخب. اي ما يعني اي نادى مثله يعني اطيح. اهم جزء مسيرتك مباراه البرازيل والعراق، نيمار عنده مو رجلين مهفات، شلون وقفته؟ كنت متوقع توقفه؟ لا هم البخت لك بس مو البخت. اول مخرز احكي لي. اول كره سيد اول كره ضربت بيها. ايه بعد تنفرس هو. شكو كره ظليت عني. ايه ورا يعني يبسته مثل ما يبست على كفو كفو. هو نيمار شو توقف اذا تخلي عليه حواجيز هم يوقف. بس انا شنو ما اعطيته يعني شيء، بس يندار عليه يقول رحت اكو واحد يندار عليه اخذ اصفر.
ما خليتني اندر انا اي بس البخت هو على قولته وعلي البخت مالك علاقه هو مهفد مو رجلي بس يتونس بالملعب يتونس نوبو يتونس يعني ما يفكر بالاهداف تحسه جاي مباراه استعراضيه بكل مباريات عقب مباراه هو عنده يمشي يراوغ لهذا اصاباته كثيره وخذوا هم البطوله بيه بس ما هفوا وقفت ضدنا ضدكم انت غير اخو باشا وقفته كفو كفو يوم حياتك لن تنساه ولاده بنت روز روز الله يحفظها يا رب الله يحفظها يا رب اشوفك تشتري صور وقات الحسين صدق قاعد ايش اسوي؟ انشرها ثاني يوم بالمكان اي باوع اي بس ما صار حتى ما حد يدري قاعد جهالي ما انشر الله يحفظهم احنا نوم في الحسين ها علي شيري جهالي تلهم العافيه الله يحفظهم كان يوزر ستيف شي طلعوا انا ادري صدق والله الله يحفظهم ان شاء الله الله يحفظك همزين طالعين علي مو علمهم هو انت رايك قصه لكن تحياتي لمعباس تحياتنا الله يحفظك الله يحفظك كابتن راح اوقع مكانك حتى توقيعك راح اوقع مكانك ها عدل اي صدق علي جات اصلاله اصلاله انا ورد المكانه فقره بروفايل خلصت هسه فقره شو تحب نتوكل نتوكل يلا فاصل ونتوكل رجعنا لكم بعد الفاصل ونرحب بنجم علاء مهاوي حبيبي عندنا فقرة شو تحب أحبك أنا ما أحبك كابتن الحب شنو أريد تختار ظروف واحد من ذني تختار هذا هات الأخضر طيني أبيعه ها أنا ما أبي فلوس كابتن هذا بيعقد هسه إذا عقد تريد اللي أنا أدب بالك توقع عالمي أيه. طموحك برشلوني انت برشلوني لا 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 رد اعرفك ايش تريد تحكي بس سؤال هسه أيه. نيمار وقفته بالمباراه كنا شفناها وقالوا على مهاو خلاه ياخذ راحته نيمار أيه. خلاه خرج تني يقولون خلاه بجيبه كريستيانو رونالدو عندك طريقه لايقافه لايقافه اي الا تسحب عليه بكيس رونالدو لا ها عدو احسن من نيمار ها يعني هل احسن نيمار ولا رونالدو يعني كمهاره اي نيمار كسرعه اي اكيد رونالدو اذا على الركض لا اي لا رونالدو اذا اخذها على الخط يقول لك جيب جماعتك تعال وراي الف تحيه لابو جونيور ابو جون اي رونالدو صديقي بس يزاغل بطولي هل تفكر ايش تحب طبعا المزحه هي احنا حتى نطلع من المود الجد كلش اكيد هم لاعبين عالميين وانتم ايضا اللاعبين العراقيين بهم البركه حبيب الله يسلمك والله من طفولتك قررت تكون لاعب ايش تحب من هذا القرار؟ شلون؟ من طفولتك قررت تكون لاعب ايش تحب من هذا القرار؟ ايش احب من هذا القرار؟ يعني مثلا تقول انه انا همزين يعني مثلا اتجهت لكرة القدم يعني لو ما كنت لاعب كرة قدم كان هسه انت تشتغل اكيد انا او من صغري اكيد انا حبيت كرة القدم شو تحب كنت يا لاعب؟ اي يعني لاعب رونالدو البرازيلي اوه الظاهرة اي روبرتو ابا علي روبرتو كارلو رونالدو البرازيلي بطريقه اذا هو شبشي يرجع القوت يراوغ يلا يراوغ يلا حتى اذا هو شبشي احب لعبه رونالدو مره زينت كنا نسمي ابو محمد احنا زينت هم اقرا وايد هذه اللي هي 2002 مال كاس العالم هو بنص ركبه وجاب افضل هداف كاس العالم 8 اهداف صح مريت بمرحله مدرسه عمو بابا ثم الاكاديميه شو تحب اي مرحله بينهم؟ الاكاديميه اها عمو بابا كان شو يقول عليك رحمة الله لا لا يعني فترة قليلة لعبت يعني ها رغم خسارتكم خذت مباراة مع الأكاديمية ضد منتخب الأشبال لكنك تحب هذه المباراة شو تحب من هذه المباراة؟ مال منتخب أشبال؟ إيه أكيد دعونا منتخب أشبال هي أبوك دعوك يعني أنت متدرج أشبال ناشئين أشبال ناشئين شباب شباب أولمبو وطني وطني يعني أساس صحيح صحيح الحمد لله تمام رغم تمثيلك لكثير من النوادي إلا أنك ما زلت تحب نادي الكهرباء احب صاحبي ينفضل عليه اكيد حلو هذا العرفان ما إيه. تنسى لا لا ما انسى هذا متواصل ويا اداره الكهرباء متواصل تحياتي لاعبين العالمين رئيس النادي
يقول لك مني خلص ارجع النادي الام اللي لعبت فيه، بعد عمر طويل فكر مثلا القفله تكون بالكهرباء مثل موسم او موسمين. اكيد ليش ها والله صعبين فضل. حلو عاشت خباشه بعد تعرف خباشه لا تعرف شو تحب من ايام شهر محرم وطقوسه؟ كنت تروح زيارات الاربعين كنت اروح انا لي هسه كل خميس انا ها وبالزياره الاربعين ما زلت تروح ايه اروح واخدم لو ركبات تكاتك؟ لا لا لا, لا. ها مش اخذك ايه؟ لا تكاتك على قول ايه ايه تك تك يكض القلب وهيك زياره يا علي شلون ما عاد يتعب والحيل مش واجد مثل قبل مو حتى هسه بزياره الامام الكاظم ايه؟ اخر وحده تعبت على الجسر وصعد ها سلام الله على باب الحوال عاشت ايدك اخوي لياقه فول عشت فترة بدول عديدة لو خيروك تختار غير العراق شو تحب تختار أي بلد ما تعيش فيه؟ ما أختار غير العراق بلد تحسه قريب على العراق أجواء لا ماكو ما. تحسه قريب أجواء على العراق على العراق؟ إيه؟ اللي لازم أروح محافظة يعني ما تقدر العراق ما تقدر صدق العراق ترى ماكو شيء إيه والله أنا مو رحت للسعودية ما قدرت يعني بس اللي يسافر يحس بقيمة العراق إيه والله والله لمدة تختنق يقول كتار بنعمه ما حاسب قيمتها. ايه صدق بس اللي سافر يعرف. نوب الفلافل تصير بالروح. اوه. اذا سافر دوله ما بيها فلافل. انا ماكو؟ شلون؟ تحس ماكو ميت. انا بالمناسبه بعد علاقه حب يعني عاقد على الفلافل، اموت على الفلافل. هسه موش توكه كليت له. لا هسه صدق؟ تحياتنا لفاضل عباس عزمته على فاهيتك. ايه وتعاركوا على مود. لا هو دفع مالته الله هو دفع. يرد لي هواي مالاتي يرد لي اياهم. ها. كابتن. شو تحب الرياضي يكون اكاديمي لو فقط يعتمد على الموهبه؟ لا اكاديمي يعني شلون مثلا اكاديمي ينفرد على ينفرد يعني على الجولت يقول له مثلا لا لا هو استاذ رسلان الاكاديمي شنو؟ تعلمه اساسيات كره القدم بس اذا التهب الاكاديمي يجوز ما راح يروح تمارين يقدر يواكب التمارين والمنتخب ليش ليش؟ يعني مثلا انا برايي انه اغلب الرياضيين جاي الموهوب هو الموهوب اي هو موهوب يعني بعد اي واحد بيشوف هذا يقول لاعب مدربين اكثريت يعرف والاكاديمي يطور يطور من اللاعب ويوصل احنا غير نصنا من الاكاديمي يعني انت لا اكاديمي ايه؟ حلو رغم انك لعبت للاثنين شي تحب الزوراء ولا الشرطه صراحة انا مو قلت لك هسه قبل هذا قلت لك انا العب للشعار للشعار النادي اليوم ما النوارس على صدرك تقبله من تسجل من القيثارة شعار الشرطة من سجل أو لعب زين إذا سجلت هسه على الشرطة تحتفل لو احترام جمهور الشرطة ما تحتفل لا لا احترام جمهور الشرطة ما ها أخبار زينة هاي رغم المسؤولية الثقيلة شو تحب من اللعب مع المنتخب يعني مركز غير الـ غير الـ لا التكيمنا قصدك التكيمنا إيه شبه وخلف المهاجمين خلف المهاجمين هم جربت تلعب نص؟ جربت بس التكيمنا دائما يعني اذا قدم لي 20 مباراة زين ووحدة مو زين ووحدة مثلا صار هدف عن من الجهة مالته ينسون كل هذني شنو هم تسبب لكم ازعاج هذا الموضوع؟ شلون اكيد يعني كل اللعبات انا مرات هواي من اللعبات اقدم اقدم بس يصير شيء واحد هفوة وحدة من جهتي صح على خسر على خسر المنتخب وش السؤال؟ مثل الجولتش هو بالوجه هو المدافعين خاصة دول الأربعة والحارس هم مضيع جزاء كابتن؟ لا لا ما مضيع لا صح بالكهرباء ايه؟ ضيعت ورجع سجلت زين هم اللي ما لاعبين ويشوفون يعني عبالهم مثلا شي الكرة قريبة على الجزاء ترى كلش بعيدة على انت من تروح الجزاء شايف شي قد يصير عندك؟ منه؟ اي صدق ما في شرج والجولتش حارس المرمى يحس ال هذا كبير كلش كبير ونفس الوقت الجولتشي يحسه صغير اللاعب يحسه صغير يحس ليه هي هاي شنو هذا الموضوع والجزاء مرعبه انا جربتها لعبت يعني فرق شعبيه وهيك مثلا لعبه نهائي جربتها بالفرق الشعبيه فرق شعبيه كنت قلبه هيك يسوي بعد شلون الله يساعدكم اي بس بس هو اللي عنده خبره وهاي لا زين شلون يصير مشاكل فرق شعبيه ونوادي وبال98 رونالدو البرازيلي خسروا كاس العالم شبك زيدان ويضحك عباله خسران له جيم ما طاولي ماكو هيك ماكو شيء هذا الاسترخاء عندهم اللاعبين والاحتراف ها هسه ميسي ذاك اليوم مو ضيع جزاء مال الريال ويا كورتو كورتو قال له خذ راحتك اي يعني عادي عنده وشنو صار
عنده 7 كرات ذهبيه، انا ذا صار عندي 7000 جوا حرقه غير مستوى لعب هو هسه كابتن. شو تحب الشعر؟ اي احب الشعر. اه ايش حافظ؟ ايش حال؟ لا عاد شعر؟ لا ما حافظ. لا والله حافظ ادري بيك. انا على خلف ابن عم شعر والنعم كان ضيف احدى البرامج كلش حباب ومحترم شعري خبط الله. اي صح سمعنا شيء؟ شو سمع؟ خلينا نسمع الشعر؟ لا عادي عادي والله عادي حتى لا تسحق كل زلاطة. المن شعر؟ ها؟ الجمهور يشوفون مواهبك؟ لا ما ما هاي يكون ابو حالو حتى غنى هسه تحياتنا لابو حالو تحياتنا بس ما انا ما يعني اسمع بس. ها تسمع اكثر شعر تحبه؟ هسه اكو واحد شاعر اسمه حسام الحمزاوي الف تحيه له من البحر الحل. اي شعري خبل خوش شعري. اي هو سعد شميل وواي شباب عندنا حلوين هذول. اي شعراي خبلون والله جاي اسمع. صح و امتداد الجيل على مطشر رفعت الصافي. اي هذول كبار سيد محمود. اي شعراء واي شعراء خافوا اللي يفوتنا لا يزعل. صباح النجم صباح النجم تحياتنا لهم الف تحيه لهم ومحبي لكرة القدم. اي لا مشجعين على النجم يحضر تحسين. طلابي طلابي ايه تحسين على افتحية ايه طلابي على النجم. وانت شو انا شجع؟ زورائي عافية شلون؟ النعم والله انا الزوراء دم ابيض ما غير هاشم عليك كذا الرحلة الله يعزك. كابتن فقرة شو تحب خلصت هسه فقرة شنو رايك؟ شو تحب؟ خلصت فقرة شو تحب؟ ها هسه شنو؟ البرنامج شو تحب؟ تحب النرجيلة كابتن؟ لا لا والله ما عجب. لا لا ما اشتيدك فقرات شنو رايك لكن بعد الفاصل. اكيد بعد الفاصل فقره شنو رايك كابتن راح نستعرض لك صور وتحط رايك فيها. اوكي وانت مخير بالاجابه. علم العراقي الله. هسه احسك تتمنى تكون شاعر حتى تكتب شعر. أيوة والله العراقي حسيت بشعورك هسه. كان كتبت علي وقليل الله نادي نكتب على علم العراق. تقرون النشيد الوطني هم دمع هيك شنو دمع والله جسمنا يظل يكذب. اي صدق هنيئا لكم حبيبي الجواز العراقي اصلي لا تعليق. ها لا تعليق جميل جدا الامام السيستاني ابو محمد رضا الله يحفظه ان شاء الله ويطول بعمره. الله يطول عمره. نيمار زين علي بعد امه. اي والله قل له شكله برايك انتقال الباريس سان جيرمان صح لو باقي برشلونه افضل؟ لا لو باقي برشلونه ها هو الخروج من الريال وبرشلونه خطوه للوراء. اي لاعب اي لاعب يطلع من هاي الانديه خليه ياخذ راحته. هسه ميسي راح يرجع. اليوم صرح قال الموسم اوعد جماهير باريس سان جيرمان انه نحقق دوري ابطال الموسم القادم. الخليفه مشاه قال له هاي الخضر اللي فات. اي غير صديق الخليفه مشاه. اي والله مشي بالخضر. انا فاضل العباسي ترى وراي على لفات عزمني على لفاتي وشهرني زين. لا تعني الاحتلال. الاحتلال اكيد بائس ودمر العراق. شكرا كابتن. شو تحب هسه انت؟ دول عمرك كان محبك تخون حبيبي. الله يسلمك خباشة. الله يخليك. بالفاصل قلت لي نسيت سمير صبيح ابو علي ايه طلع على روحه ألف ما حافظ شيء. والله ما حافظ. مو قريتها ليش؟ شو تبليش ما حافظها كذا هاي يفتحون الكاميرات يهبط لي قاعدتي. روح فاصل. اكيد رجعنا لكم بعد الفاصل. هسه فقره انجح واربح بس قبل ما فقره انجح نريد نرطب الاجواء مواقف تفاصيل. انت اعطيني موقف. شو تريد موقف؟ انت اقوى موقف حلو. ها انت مشروع مقدم برامج على هاي الستره ها. لا اعطيني موقف. يلا موقف عندي ولا صاحبي وجهه تحيه حلاق اسمه حبيب. تحياتنا حبيب الحلاق. جيت زين يمه لقيت واحد قاعد ياخذ له خيط. يعني هو حبيب قاعد ياخذ له خيط الواحد. فقلت لحبيب راح اروح للسوق اجيب غراضه واجي حبيب. قلت له فاتت عجوز كانت تلزمني من يا اختي.
مو عيب ابقى جديتك ابقى شنو حبيبي؟ قلت لها صاحب اسمه حبيب. قلت له حبيب صحتي اجى حبيب. قلت له شو اسمك؟ قال حبيب. قلت له هذا ما مؤدب، مو مؤدب، هذا ما مؤدب بجدك انا بجد. وشلبتي بياخت حسب على عيني وانا صغير لحيتي حلب، مو تقول كبير وهاي شنو حجيه؟ قلت له ايش بيك حجيه متعارضتي شنو طرقعتك بالعباس صاحبه اسمه حبيب؟ قالت لا انت عينك بعينه. وقلت له حبيبتي وش قلت تردين رقمك؟ واو نوب شهرتني شهيره. عاد وراها العالم كذا قالوا العم والله هذا اسمه حبيب. وقوه فكتني هذا الموقف ولا انسى اخوي. وعلي تحياتنا الحجيه نوب ربطتها مال الحج. وهاي وش سويت؟ راحت ما حجت قد جديتك فبقول حبوبتك. الف تحيه للعجايزنا تحياتنا. اي والله والحسين اسمه حبيب هو، وانا قصدي علي حبيب. صارت بوجهها كي صارت بوجهها بس قلت تريدين رقم بس كفي يعني جيتي هاب كل الطرق. كابتن هسه فقره تنجح وربح راح اسالك هنا تسكن العبرات. سيبوي اليوم راح تنقلب علي ادري بيك. اوه النابغه الظبيان تعرفه؟ لا هذا يا عمار. كابتن عندنا اسئله كالتالي. لا اسالك سؤال تجاوب عليه اعطيك حرف من شخصيه مشهوره. فنبدا باول سؤال. اوكي بس راح تسالني؟ اي واجاوبك. اي وشنو الحرف تقول؟ حرف اعطيك اياه من تجاوب صح اعطيك حرف، بعدين تلم الاحرف بالاخير يطلع رمز عراقي لاعب. لاعب توفى قبل فتره هو. السؤال الاول انا تطلع لي هاي اللي اريدك اليوم هذين روزخونيات مالات تطلع لي اياهم. اي اخوي اخو باشا. اين اخترع جوال؟ باليابان. باليابان؟ سونام هو. اين اخترع؟ اين اخترع جوال؟ راح اعطيك ثلاث. شلون اين اخترع؟ الجوال. الجوال. دولة راح اعطيك اياها. يلعب لهم لاعب يسموه السلطان. عنده هدف على انجلترا من النص دبل. يلعب بيس ميلان حاليا. حاليا؟ ايه طويل. سويد. اي سويد عاشتي. عايل وياك؟ لا زلتان ابراهيموفيتش. امبويتش. ايه هذا الحرف حرف العين. حرفك هذا. حرفي. ايش السؤال الثاني. ما اسم اليهودي الذي بارزه علي بن ابي طالب وقتله في خيبر؟ معروف اللي طلع قال انا فلان قال له خذ راحتك ابو الحسن سوا نصين. حسن من تفوتون يا جماعه شو تقول لهم؟ السلام عليكم. وراها غير دحكي؟ هاو ار يو؟ لا لا عيد السؤال هسه. ما اسم اليهود الذي بارزه علي بن ابي طالب وقتله في خيبر؟ شطره نصين سلم تراب ابو الحسن بعد حتى يعني حتى المراره قصها بالنص. تعرف انت؟ لا ما اعرف بس شلون ما اعرف. شو اسمه؟ مرحب. مرحب. مرحب الخيبري. هسه راح يخلصنا. ثلاثه نوع من السمك يكثر في دجله او يتكاثر في دجله. اللي يشرب ويا حليبي بوقع يقولون هن. بني. بني؟ عيونك يا لون. راح اشوف هاي الاخيره راح تخرب. احكي لي. اللي يشرب ويا حليبي يقول لك يبوقع يصير بهاقبي. ما اعرف. تحياتنا للشبوط. شبوط؟ هنا شبوط؟ نوب طيب هو كان حلقون. هو حليب حليب يمكن لونه من ويال ياكله يبوقع هو بذا تنقهر وما اكل شبوط شبوط راحتك تنقلب بدرنك اكثر شيء هو هنا شبوط. شبوط هنا اكثر شيء؟ ايه هنا اكثر بدجله. ما معنى تايكواندو باللغه الكوريه؟ مبينه هي العركه بيش يتعاركون هم تايكواندو بيش يتعاركون بيش بعيونهم بديهم بديهم وبرجليهم اي عاشتي اجابه صحيحه. شنو جاي غير مبينه في من يتعاركون؟ هسه غير جاي اقول لك هو بيقول مبينه ما تجاوب شفت انا هذين صعبات. ها؟ صعبات جبت. لا والله اسئله لا عاد راح اسالك اسئله صعبه. لا لا يلا يلا خلي اسالك اسئله صعبه. لا لا يلا ارجع عليها خلي اسالك اسئله صعبه.
أول فريق أخذ كأس العالم منه؟ برازيل. لا. ها؟ بين 32 باراغواي. باراغواي. لا دول ما ملحق عليهم أنا حسب هذا هس. شو أنت اللي تلحق عليهم؟ هذا من جديد. من اللاعب العراقي الذي لقب بثعلب الكرة العراقية؟ كابتن فلاح حسن. فلاح حسن هجامة صحيحة. انت سعدك احرف ناقصة. ما معنى روما؟ ما معنى روما؟ ايه ايطاليا؟ هي ادرى عاصمة ايطاليا. ايه لكن معناها اسم هيك بسلام ب بقلب. ما القلب شنو شغلته؟ حب. ما روما؟ ايه اجو. اي بس هاي سنة صعبة شنو مثلا؟ شيء كانت ايش وقت عرفت الطب؟ هذا حرف الضاء. شلون؟ هسه راح اقعد عندك طيته ما يخاف على الطيل ها؟ مو انا جاوبت مكانه هو اخوي فعادي. انت جاوب مكانه خاف. لا اخوك انا. يا حبيبي السيد. اين تقع كازابلانكا؟ هي شنو السيد؟ ها؟ هاي مين؟ جاي تحس عطر هاي. كازابلانكا. رونالدو البرتغالي من يضوج يروح لهاي الدولة يلا بعد شو تريد رونالدو من يضوج يروح لهاي الدولة شو اسمها بصف إسبانيا قريبة على إسبانيا دولة أفريقية هي همين الصلاة هسا إحنا مريد نصلي ها صلاة ثلاث ركع للمغرب إيه المغرب المغرب يا كابتن هذا المين شلون جاي سهل عليك جيب لك كريستيانو على الصلاه على شو اسوي لك؟ هسه راح اسالك بعد اسئله حتى تطيق ذني اكو قصيده اي المن القصيده تقول شو تقول؟ لا يقطع الراس الا من يركبه ولا ترد المنايا كثره المال سيد ها عم توقف لا لا استغفر الله ما اسال الرمز العراقي من هو الرمز العراقي ابن اخوي يلعب منتخب ابن اخوي يلعب منتخب طلع الاحرف طلع الاحرف ايه الرمز العراقي ايه ابن اخوي يلعب منتخب اسمه ابو هديل توفى هو الى رحمه الله الله يرحمه ابن اخوه لاعب منتخب ابن اخوه لاعب منتخب إيه؟ يلعب شبه يسرى تاك يسرى مرات يلعب شبه لعب نادي ايطالي لاعب عراقي هنا اي لعب هو اللاعب العراقي يلعب ابن اخوه يلعب نادي ايطالي اودينيزي لعب علي كاظم والله علي كاظم والله الله يرحمه شلونني؟ اي والله سهله مو سهله اخذت 60 كابتن 60 ناجح هاي الحمد لله لا والله كلهن منك الستين كابتن والله استمتعنا بالحلقه حبيبي استاذ رسنان وبالمناسبه الكابتن متفرغ لكرة القدم اي اكيد ويتمرن ويرجع الكره ومسؤوليات والردود واللقاءات والعائل والتفاصيل يعني ما مجبر انه هاي الاسئله لكن هاي الاسئله لفائده المشاهدين يعني هو الكابتن اذا ما عرف يجاوب على سؤال سؤالين ثلاثه مو بالضروره يكون لان هو مختص مو اختصاصه هذا حتى يعرفه هو طوب كره الكابتن يطب عليهم ها وتكتك اي يسوي لكم سنتر شوت يذبها بالجزاء استمتعنا بك حبيبي سيد والله العظيم الله يسلمك حلقه كلش فريش وممتعه وجاي اشوف وجوه الاخوه مستمتعين الله يحفظهم تحياتنا لهم احكي لنا على عمك سامي قبل ما نختم راح يجي والله وين هو بالسويد باكر راح يجي ان شاء الله شاو انت السويد عمك بيها وما عرفت اللي قلت يدبل يدبل غير قوي يدبل ومقاص عم قول دبل كابتن لا
بس بالتمرين. اي بالتمرين عادي. اي انت تخليها بيدك وتقوى. اي هم صدق ترفعها ايش بط. شرفتنا كابتن حبيبي استاذ. شو رايك بالبرنامج؟ والله عشت ايدك وربي يوفقك. ما ابي اسئله شخصيه. لا 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 خبل والله بالعكس. استمتعت؟ استمتعت كلش. في دول عمرك. حبيبي الله يحفظك كابتن. شكرا لسعد رحيم المخرج، شكرا لفاضل عباس، شكرا للمصورين والجنود الاوفياء اللي خلف الكواليس اللي نشرف بهم من اصغر واحد لاكبر واحد. وشكر لكم أحبة المشاهدين، نلتقيكم في حلقة أخرى حتى ذلك الحين، في أمان الله.